السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايه، نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم. مرحبا بكم عندنا في الدار. بون خوتي، خبر شباب شباب بالبزاف خوتي. كنا يعني سمعناه في المساء شو، ولا ما تاكدناش منها دروك. الحمد لله اتصلنا بعض الناس اللي يعني اللي اكدونا الخبر هذا، ونشكر خويا هواري اللي يرسل لي الخبر، وخويا ابراهيم يعني اللي يخدم في المطار وهران، هو تاكد لنا من المصدر، يعني اكد لنا الخبر هذا اللي كما شفتوا في العنوان. الحمد لله يا ربي، رجعوا خطوط وهران وهران اليكونت، هذا اللي كنا نقارعوا له بفارغ الصبر. الحمد لله راهم رجعوه، وبالطائره خاوتي، باسكو كانت كاين وهران اليكونت بالبابور، بالطائره فيها فوائد بالبزاف بالبزاف بالبزاف، خاصه خاصه خاوتنا اللي كانوا يروحوا على العاصمه ويروحوا خايفين وكلشي. نقول لكم اليوم الحمد لله ذاك الخوف قلعوا على جهه، باسكو علاش؟ مطار اليكونت ومطار برشلونه ديفيرونس كبيره كبيره بالبزاف. علاش؟ مطار برشلونه في الاكتظاظ، في غاشي بزاف، في مراقبه، في حي... وين ما تدور وين ما تسقط وين ما تلاقي، بصح مطار اليكونت فيه يعني تسهيلات بالبزاف، يعني كانك باللي راك في البور، كلي راك في البور، يعني خبر شباب بالبزاف بالبزاف بالبزاف. حاجه واحده اخرى ثاني، الناس اللي راها باغي تروح ولا ماذا بها، يعني كي يشوف هذا الفيديو يبدا يحجز من دروك. كيما نقول لكم، كل ما تحجز بعيد كل ما يجي السعر اقل. حاجه واحده اخرى اخوتي، من الرحله تاع اليكونت تاع وهران اليكونت رخيصه 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 بالبزاف على الرحله تاع من العاصمه لبرشلونه، رخيصه بالبزاف وتساعد بزاف ناس، باسكو كاين ناس اللي كانوا يخدموا على رواحهم بها، كاين الناس اللي لازم له يروح ويجي كل سيمانه، باسكو كيما تعرفوا اليكونت صار لها كيما مارسي في فرنسا، اليكونت فيها جزائريين بزاف، وخاصه منا على وهران. كي نقول وهران استاذن ماشي غير وهران، وهران مستغالين غليزان معسكر تلمسان بالعباس، هادو كاع يحتاجوا باش يروحوا منا. وكان كاين فيها جرجير 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 واحد اخر بلا ما نحكي لكم عليه، باش بلا ما نحكي لكم جرجير وين كانوا كل شيء راه باين. تاني الناس خاوتنا اللي راهم باغي يديموندي فيزا ولا تاني تنجم دير بيه تيلاكس، ديره وهران اليكونت خير من اللي ديره على العاصي على العاصمه برشلونه. والحمد لله هذاك جورجي تاع روح لالجي، ومن الجي كذا بطياره وعاود روح، وعاود كي تولي تاني تولي على الجي عيان تاني تزيد تقدر تزيد تقدر بطياره ولا تقدر بيس ولا تقدر حاجه، المهم اي وسيله نقل، يعني كان فيها ضغط بزاف 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 بزاف. الحاجه اللي ما فهمتهاش انا في هذا الرد، علاش حدوا لنا التاريخ؟ قالوا لنا ابتداء من 15 جويلي فهمناها، بصح علاش قالوا لنا حتى 23 اكتوبر؟ هل غادي يطلقوا غير هادو ومن بعد يطلقوا حسبه واحده اخرى، ولا غادي غير في اكتوبر ويحبسوا؟ ما فهمناش هنا، مازال ما فهمناهاش، ماذا بينا تزيدوا تفهموا لنا هذه وتوضحوها لنا، اللي عندها معلومات ولا يزيد يوضحها لنا. حاجه واحده اخرى ثاني، بالنسبه للرحلات اللي داروهم، كاين على العاصمه، كاين عاصمه اليكونت، كاين رحله واحده في الاسبوع على يوم الاربعاء، وعلى وهران وهران مورمامو كاين زوج رحلات، الرحله تكون يوم الاثنين ورحله الله اعلم يوم الاربعاء، الله اعلم يوم الاربعاء كاين زوج رحلات في الاسبوع. تعرف شنو هو زوج رحلات في الاسبوع؟ يعني رحمه ربي، يعني هذاك الناس اللي كان يقول لك مولاد ما تلاقيتش بيه وغادي ندير ليسكال وغادي ندير منا وغادي ندير منا، الحمد لله هذا البروبليم زال نهائيا نهائيا نهائيا، وفرج على بزاف ناس، فرج على بزاف ناس. خاش كاين علاه؟ كاين اللي ما صابش البي ما راحش مسكين، فيزا كيعاود دفع ما عطاوش، كاين اللي ما صابش البي دار ليسكال كيعاود دفع شافوه دخل على بلاد واحده اخرى ما عطاوش. سيتادير هذا الخبر راح يساعد بزاف ناس بزاف ناس بزاف ناس. ماذا بيا خاوتي نتوما تاني، ماذا بيا اي واحد يشوف هذا الفيديو بارطاجي خويا، خليه يوصل خاوتنا مساكين اللي ما لعبالاش، ولا اللي راه شاري على اجي نجمي انيلي ويعاود يشري به واحد اخر، اللي راه باغي يشري من دروك ان شاء الله بربي خاوتي. الله اكبر الحق، ان شاء الله بربي كاع تستفادوا من هذا الفيديو، وما تنساوش بارطاجو، والسلام عليكم.